مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوا الحديث على المنتخب الاولمبي المغربي وتسليط الضوء اكثر على الاحداث والوقائع اللي عشناها في مباراه امام المنتخب الاسباني. كيحضر معنا في الاستوديو المحلل الرياضي مجيد الخال. سي مجيد، مرحبا بك معنا. انا الاخت مهاد، انا متابع قناه انفاس بريس وبرنامج انفاس سبور. مرحبا بك معنا مره اخرى سي مجيد. سي مجيد، ماذا وقع امس؟ الناس كانوا كيتمنوا ان المنتخب المغربي غادي يعبر للنهائي بعد العروض المشرفه اللي قدمها منتخبنا الاولمبي المغربي، لكن البارح كانت خساره قاسيه. هو شيء جميل هو ان الطموح ديال كره القدم الوطنيه غادي كيرتفع. الان الشعب المغربي ومتتبع الشان الكروي فولا كيتقلق على الخروج من نصف النهائي، وهذا بحد ذاته انا كنعتبره انجاز، لانه في الامس القريب ما كانش عندنا منتخبات اللي كتضاهي المنتخبات الكبرى، وكنا كان يعني لا مرينا للدور الثاني، فكنعتبره انجاز. الان مرحله النصف النهائي يعني وكنشوفوا القلق والعتاب اللي كيتلقاه يعني الناخب الوطني، فهذا بشيء ذاته شيء ايجابي. فالامس مقابله ما كانت سهله، مقابله صعيبه، لان المنتخب الاسباني من المنتخبات القويه. حنا كنعرفوا المدرسه الاسبانيه والتكوين ديالهم، وكنعرفوا المدارس الكرويه الكبيره اللي كيتوفر عليها يعني الانديه الاسبانيه، لا ريال مدريد كذلك، برشلونه، لاماسيا، وما ادراك ما لاماسيا. فبالامس فكنرفع القبه على اللاعبين المغاربه على القتاليه ديالهم، رغم انه كاين بعض الاشياء وجزئيات بسيطه اللي انهزمنا فيها، ولكن هذه كره القدم. فكما قلنا فهنيئا النخبه الوطنيه بوصول ديال النصف النهائي، وباقى مقابله ضد المنتخب المصري باش ما ننساوش، باش نلعبوا على الميداليه البرونزيه، لانها حتى هي من يعني لو وصلنا فتكون تاريخيه، واول مره يعني منتخب عربي يفوز بميداليه نحاسيه. سي مجيد، واش نقدروا اشنو هما التفاصيل الصغيره اللي هي جزء من قواعد المنافسه اللي خانت المنتخب في الامطار الاخيره؟ باش نقسموا يعني المشاركه ديال المنتخب الاولمبي المغربي في هذه الاولمبياد. فالمقابله الاولى يعني واجهنا منتخب الارجنتيني، وكانوا هما اكثر استحواذ الكره، وحنا كنا كننتظروا وكنلعبوا على المرتدات، يعني فزنا بهدفين لهدف، ولكن بان بانه كاين اشكال على مستوى المنظومه الدفاعيه، خصوصا في هذاك الوقت الاضافي الكثير اللي كان نضافه الحكام. في المقابله الثانيه ضد اوكرانيا وكذلك ضد العراق، وكذلك المقابله اللي فزنا بها ضد الولايات المتحده، فاحنا اللي كانت عندنا الكره، حنا كنا مستحوذين، يعني ما كانش واحد العمل كبير اللي كيقوموا به الدفاع من غير هذوك التحولات، فكتضيع علينا الكره، فكنا كنديروا ضغط عكسي وتالق ديال الحارس الحمدي في بعض الكرات اللي كيكونوا يعني صعاب. ولكن ما عدا ذلك فحنا اللي كنا يعني مستحوذين، حنا اللي كنا كنديروا لو جو، يعني ما كناش كنعيشوا ديك السيتياسيون ديفونسيف بزاف في مقابله الثلاثه اللي تكلمت عليهم. لذلك فالمقابله ديال اسبانيا جات يعني واحد كونتكست اخر، جاء ان المنتخب الاسباني هو اللي استحوذ كثير، هو اللي دار علينا يعني ضغط كثير، وحنا كنعرفوا بان الفرق اللي كتكون كتضغط عليك فجميع اللاعبين خص يكون التحرك ديالهم مضبوط، لانه كتكون كتدافع باربعه لاعبين قدامهم، يعني اثنين قدامهم ثلاثه واحد، لان الخطه اللي لعبنا بها 4-2-3-1، والرجوع ديال لي زيك سونتري للزلزولي وكذلك اخو ماش باش انهم يساعدوا الدفاع. فكنظن ان الزلزولي هي المنطقه وهي الوحدي هي اللي اشتغلوا عليها كثير المنتخب الاسباني، ومن ثم يعني مروا من ثم سجلوا اهداف، لانه كان يعني واحد ديزيكيليبر، خصوصا ان الزلزولي ما يعني خصوصا في الكره الثانيه ما بقاش غادي مع اللاعب الاسباني، ما بقاش يعني يدير عليه رقابه اللي هي يعني اوما اوم، وخلى يعني المساحه اللي استغلوا، لانه لاعب محترف اللي مكون بشكل جيد، فانصاف الفرص وفي تخلي لي يعني فرصه في كيلقى فيها مساحه فكيستغلها، ومنها تسجلوا اهداف. الهدف الاول توا يعني بتيدي طاي الوحدي ما تعاملش مع الكره بشكل جيد، لانه نورمال كتكون كره داخل مستطيل عمليات وانت متقدم، فصعيب انك دير لها كونترول، فمن الاحسن انك تبعد الخطر، لانك ما لعبش ضد منتخب اللي هو عادي. كما تكلمت على العموم، المنتخب الوطني المغربي من بعد ما تسجل هدف التعادل بدينا كنلمسوا هذيك يعني اللاعبين، احنا تقنيين وسط الميدان ريشاردسون، وكذلك اللاعب اخو ماش، اللاعب بن صغير اللي يعني بين قوسين ما كانش في البوست ديالو اللي متعود عليه، لانه اخنوس يعني الغياب ديالو اثر بشكل كبير على وسط الميدان ديال المنتخب المغربي. ولكن هذه هي حال كرة القدم، كنا كنتمناو اننا نمشيو ابعد نقطة والفوز بالميدالية الذهبية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فالان كما تكلمت عندنا مقابلة اللي هي مصيرية ضد منتخب مصري اللي عانيد،
شفناه مع المنتخب الفرنسي، فماشي منتخب اللي وسال وكما كيقولوا الميور كي كان. سي مجيد في الحديث ديالك تكلمتي على خبره اللاعب الاوروبي، الا سولتك على فارق الخبرات واش نقدروا نقولوا ان اللاعب الاوروبي عنده واحد القدره على انه يبقى مركز في المقابله وتطبيق خطه المدرب حتى لاخر دقائق المباراه، واش هادشي كيفتقدوا ما نقولوش المغربي ولا اللاعب الافريقي اون جينيرال؟ لا دابا تكلمنا على المنتخب المغربي، فالاغلبيه اللاعبين كونين في اوروبا، غير هو كيفاش انك كتجاري يعني الدقائق ديال المقابله كتوقع حتى في يعني في كاس العالم في لي دومي فينال وفينال، وكيكونوا فيها يعني الاطراف ديال المباراه المنتخبات اللي هي قويه، فكيكون العياء، فكنعرفوا حنا بانه كاينه واحد العلاقه عصبيه عضليه، فكيكون يعني كدافع بشكل كثير، كيكون انك خصك تكون مركز يعني جري وراء الكره، ما خصكش دير يعني الاخطاء، فكيكون واحد العياء ديني وكيأثر يعني اوتوماتيكمون على العضلات، ما كيبقاوش انه يتجاوبوا، لذلك فهذاك الاشكال هو اللي كيوقع في اي مباراه دير يعني علميا، لذلك فكنظن انه راه نفس التكوين مكونين اللاعبين الاسبان وكذلك المغاربه اللي تكلمت لانهم اغلبيه اللاعبين مكونين في الدير الاوروبيه، ولا تكلمنا حتى على النهايه بين قوسين، فكنشوفوا بانهم احسن مدارس ديال التكوين في العالم راهم كيتواجدوا الان في النهايه، فرنسا كنعرفوا انهم مهتمين بالتكوين بشكل كثير، وكذلك الاسبان، والان راهم يا شنو الاسبان كيفاش انهم فازوا بكاس اوروبا الاخيره الحرف يعني المنتخب حرف الف، وكنشوفهم الان انهم كيتواجدوا في النهايه ضد يعني المنتخب الفرنسي اللي تا هو منتخب قوي، منتخب اللي قادر انه يقول الكلمه ديالو في الاولمبياد. سي مجيد الا تكلمنا على الحسره والاسى، اكيد هذا المعطى اللي كيتقاسموه لاعبي المنتخب المغربي مع الجمهور المغربي، كيفاش كتشوف المقابله اللي جايه في ظل هذا المعطى ديال الحسره، وكيفاش غادي ياثر هذا المعطى هذا على الذهنيه ديال اللاعبين؟ عادي، فانك خصك تشتغل الان على الجانب الذهني، فلاعبين خصهم يخرجوا من هذه المباراه، فمقابله انتهت، ما خصنا ما غنعاودوش يعني النهار وغنعاودوا مقابله ضد اسبانيا باش اننا نفوزوا بها، الان عندنا مباراه ضد المنتخب المصري، خاص الطاقم التقني يكون واعي بهذه المساله ويخرج اللاعبين من هذيك الازمه، لان كما شفنا المقابله ضد اوكرانيا في مقابله الترتيب في كاس العالم، فكان نوع من ما كناش يعني كونسونتري 100%، لان كان عندنا طموح اكبر الان، فخص اللاعبين يوصلهم هذا الميساج بانه ميداليه برونزيه في العاب اولمبيه هي اكبر تظاهره رياضيه عالميه يعني في ميدان الرياضه، وثاني اكبر تظاهره من بعد كاس العالم، فخص اللاعبين يعني يديروا اللي عليهم، كذلك كما تكلمنا بمعيه الطاقم التقني الطبي باش انهم ياهلوا اللاعبين، لانه حنا الفتره ما بين يعني المقابله ديال نصف النهائي ومباراه الترتيب هي 72 ساعه، فصعيب انك ترجع التراول البدني، ولكن هذا عمل خصهم يقوموا به الطاقم التقني وكذلك الطاقم الطبي باش انه اللاعبين يكونوا واجدين لوجورجي، وان شاء الله انا كنظن انه باقي الخير قدام، منتخب باقي يعني صغار السن، عندنا مستقبل كرة القدم الوطنية فهو لا خوف عليه، غير هو كما تكلمنا على المقابلة ضد مصر، فخاص التركيز، خصنا يعني الاشكال اللي وقعنا فيه ضد المنتخب الاسباني خصوصا ديك الابتدي طاي او نيفو ديفونسيف، ما خصناش اننا نطيحوا فيهم عاوتاني، وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله نجيبوا ميدالي من فرنسا. مجيد الا سولتك على نقاط القوه ديالنا بنظر الخصم المصري، شنو اللي كيميزنا؟ شنو الحوايج اللي تقدر تكون لصالحنا حنايا؟ حنا عندنا لاعبين في لاكاليتي ديال لاباس، في لاكاليتي دو جو، في الثنائيات كيفوزوا في ليستياسيون ان كونتر ان، كاين يعني المراوغات، كاين لونشينمون بتير، يعني بسونتر، فعندنا لاعبين اللي عندهم جوده عاليه يعني بارابور اللاعبين المصريين، غير هو كما تكلمت فهذه مقابله كنظن انها تكون ذهنيه اكثر، لانه راه حنا كما تاثرنا بالخروج، فكذلك المنتخب المصري انه كان سباق للتهديف ضد المنتخب الفرنسي ورجعوا فرنسا في الاشواط الاضافيه، غير هو من الجانب البدني فالمصريين لعبوا اكثر لانهم لعبوا اشواط الاضافيه، فهي هذه ولعبوا يعني مورانا يعني هذاك الوقت ديال ريكوبيراسيون، فما يكونش عندهم في الوقت بحالنا، خصنا هذا المعطى، واخا كيبان بانه عادي ولكن هذا معطى جد مهم، خصوصا في التظاهرات اللي كيكون فيها المده ديال يعني ريكوبيراسيون هي قصيره.
ياسين مجيد تطلب منك كلمة أخيرة على ما تعيشه كرة القدم الوطنية اليوم، شنو تقدر تقول لي؟ فأنا كنظن بأنه في ظل يعني سياسة كرة القدم، سياسة الجامعة الملكية المغربية، فالآن ولينا كنشوفوا منتخبات اللي كيفوزوا بكؤوس إفريقيا، منتخبات اللي كيوصلوا للنصف النهائي في كبريات يعني لا كأس العالم وكذلك الألعاب الأولمبية. فالآن بالموازاة خاصة يعني الأندية يمشيوا في هذا الركب، لانه كاين واحد التباعد ما بين ما نقوم به كره القدم الوطنيه والانجازات على مستوى المنتخبات وكذلك المشاكل اللي كنتكلموا عليها في الانديه الوطنيه. فخص يكون واحد يعني الانديه يمشيو في هذا الركب ان شاء الله باش كره القدم الوطنيه، لانه المنتوج المغربي خصنا نشوفوا حتى هو كيتسوق بشكل جيد، نشوفوا لاعبين اللي كيحترفوا من البطوله الوطنيه يحترفوا لاوروبا كما كان يعني في الزمن القريب. وان شاء الله يعني الملاعب اللي كان كيتبنوا الان، فكنظن انه المستقبل غيكون زاهر لكره القدم الوطنيه. هو هادشي اللي كنتمنوا سي مجيد، كنتمنوا ان الامور ما تمشيش بسرعتين، السرعه ديال المنتخبات والسرعه ديال الانديه الوطنيه. فاحنا كنتمنوا، احنا ديما كتبقى الامنيه ديالنا ويكون واحد يعني بقى الجامعه الملكيه والمنتخبات غادي في التجربه، وحنا بقاو غاديين يعني في كراول الانديه الوطنيه. فخاص كل شيء يمشي في الركب باش اننا ان شاء الله يكون تطوير ديال كره القدم الوطنيه، وحتى الانديه ديالنا يوليو كيفوزوا بسهوله بكاس عصبه الابطال، كاس الكونفدراليه، واي مشاركه دوليه. هذا ما نتمناو. سي مجيد شكرا على حضورك معنا. مرحبا، هذا شرف لي. نورتينا وشكرا على ما قدمتي في الحلقه هذه. شرف لي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.